السلام عليكم. هنعمل النهاردة كيكة، هنحشيها مع بعض كده زي التورتة كده الخفيفة جدا مش التقيلة. ده 2 بيضة وبضربهم اهو في الخلاط في ايه في مضرب البيض، وهناخد 1 كوباية دقيق، انا مش هعمل بزيادة غير كده، 1 كوباية دقيق، 1/2 كوباية سكر، 2 بيضة، 1 فانيليا، 1 بيكن اللي هي دوت اللي هو المحسن الكيك الكوكس. بس كده انا مش عايزة اكتر من كده. على 2 معلقة بالظبط، 2 زبدة او سمنة حسب، او زيت زي ما انتوا عايزين. هو الزيت عموما بيعمل حلو جدا كمان. هنحط مش لبن، هنحط 1/2 كوباية مية سخنة، 1/2 كوباية مية سخنة، مش هحط لبن ولا اي حاجة. على فكرة المية السخنة الدافية بتعمل، مية دافية مش مية سخنة جدا، مية دافية بتعمل طراوة للكيكة، ما بتنشفهاش، ما تبات تاني يوم هتحس ان هما فعلا الكيكة طرية جدا. هعملها دلوقتي مع بعض ونشوفها. الكيكة بعد ما خلصت من يدوبك بس ضربت كله مع بعض وحطيتها، وحطيت دبك شوكولاته اساسا اللي هو العادي دبك شوكولاته، حطيته في كده. وبعدين هنحطها الفرن، وبعدين نرجع لكم تاني بعد ما تطلع من الفرن عشان نشوف هنعمل بيها ايه مع بعض. مع الكيكه بعد ما طلعتها من الفرن، نبتدي بس نزود حاجات بسيطة كده مش كتير كده. ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. شكل عشوائي كده، مش عايزة حاجة منمقة. طبعا ده كل ده هيتحط في التلاجة عشان الدنيا حر جدا هيسيح. كمل بس شوية جنيش بردك، بسم الله الرحمن الرحيم. ده فرماسيل
دي حطينا قبلين الدبرة تمام، ده اللي موجود، احنا مش هنحط حاجة مش موجودة، ولا اللي هنشتريه ممكن ده اللي موجود عندنا، او تشتروه وتخلوه من عندكم عشان بينفع بصراحة. من ما فيش عملنا ايه شكل جميل جدا، ما فيش مش حاجة يعني، شايفين بقى الألوان تحفة. ما حطيتش حاجة، كله في المسام، مفيش حاجة حطها يعني حاجة جديدة.